السلام عليكم. بعد الوصفه هذه غادي نحضر واحد الحلوه اقتصاديه وسهله ورائعه في المذاق، مذاق القرفه. كنحتاج في المقادير ديال هذه الحلوه 4 ديال البيضات، كنقص واحد الصفار من الدهن، كاس ديال الزيت ما يعادل 160 غرام، كاس ديال سنيده ما يعادل 160 غرام، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه ونص ديال العسل، 10 غرام ديال خميره ديال الحلوه، ساشيه ديال الفاني 7 غرام، ربع معلقه ديال الملحه. وبالنسبه للفرينه حسب الخليط، بالنسبه للطحين كناخذ نوعيه ممتازه خاصه بالحلوه. كنزل البيض هو الاول، فتيته ديال الملحه، كنضيف سنيده بشويه بشويه، كنبقى نزيد الزيت، كنضيف الفاني، القرفة والعسل، كنخلط المكونات مزيان ونبقى نزيد الفرينة. كناخذ الطحين ديالي كنغربلو، كنزيد الخميرة ديال الحلوة، كنزيد غير بشويه باش ما تقصحليش العجينه، غير بشويه ونبقى نخلط. هاد العجينه هادي اللي كتعجنش غير كنجمع، فوالا هذا هو القوام ديالها، ما كتكونش جاريه وما كتكونش قاصحه بزاف باش تعطيني نتيجه مزيانه. كنرش بشويه ديال الطحين، كنقرص. بالنسبه للسمك ديال العجينه نتوما كتحكموا فيها، بغيتوها رقيقه كديروها رقيقه وبغيتوها غليظه كديروها غليظه، غير ردوا البال بالنسبه للغوت لان غادي تنفخ واحد شويه في الطياب. بالنسبه للكميه ديال القرفه، انا هنا استعملت معلقه، واللي كتبغي القرفه تقدر تزيد وتقدروا تنقصوا الكميه ديال القرفه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. وبالنسبه للقرفه من الاحسن تكون جديده، شحال ما كانت جديده شحال ما عطات لنا المذاق احسن. بالنسبه لهاد الحلوه راه سهله ودغيا كتحضر، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. هذا هو السمك ديالها، صفر ديال البلا نزيد واحد شويه ديال نسكافيه قياس ربع معلقه، نخلط مزيان وندهن بيه الحلوه. كندهن الحلوه ديالي وكندخلها طيب في الفران لمده ديال ربع ساعه. انا كنزين بهاد الخطوط اختياريه، اللي بغى يديرهم اللي بغى ما يديرهمش. هذه هي نتيجه ديال الحلوه ديالي، حلوه اقتصاديه وسهله ورائعه الصراحه في المذاق بالنسبه للناس اللي كيبغيو المذاق ديال القرفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم الوصفه.